هلأ شيلك من المزح ومن التقريق انه تجتمع 51 دولة بباريس ليساعدوا لبنان شغلة مش بسيطة ابدا. هلأ رح يوقف واحد ينفخ من خيره ويصرخ ويقول هذا حكي مدفوع ومشبوه، ورح يقول كمان انه هودي الدول اجتمعوا ودفعوا مصاري حتى ما يفلت لبنان ويفلتوا معه النازحين السوريين على اوروبا، او لحتى ما يسقط النظام والفوضى تزعج اسرائيل. كمان في حدا يمكن يقول انه اوروبا ما بدها نظام شيوعي بلبنان او نظام ديني. يمكن يكون كل الحكي صحيح، بس بالاخر نحن شفطنا المصريات مثل ما شفطنا مصريات باريس واحد وباريس اثنين وثلاثة، وما قدمنا ولا تنازل، وهيدي الديون مش رح ندفعها. مع هذا وكله ليل اللي رح يقولوا ما في هم مثل هم الدين، وما في وجع مثل وجع العين. هذا رأيي، فكر فيها.